سنة مساء الخير. الحمد لله كلشي لاباس. كيف دايرة انتي من قبيلة تعطي لي زانترفيو على توت لا بريس امريكان، شنو الشعور ديالك اليوم؟ هو انا كنحس مزيانه بحق واحد الحاجه كتجيني في جوج شكل انا في ريد كاربت ان نيويورك اون تران دو بارلي بالعربيه عباد الله سي تري بيان انا هادشي اللي والله العظيم شكرا غنبقى نجي لك دائما لي تابي روج غنبقى نجي دائما ندير معاك لي زانترفيو دونك قولي لنا اليوم على الفيلم وهذا الفيلم في كوين لاتيفا وكارمن وباولا باتن وفي بزاف ديال كوميدي رومان باسكتبول راسي تري بيان والله العظيم تو الموند عفاك فواغ لو فيلم حق ماشي في الدار المغلف الله يخليكم Lights is blinding. شوف هذا مايكل لاندس اكتر ديالي واحد اوف اكتر ديالي اللي تي تري بيان وما كيفهمنيش دابا والله الا سي بيان سي لا بروميير فوا والله كنهضر بالعربية في ريد كاربت سو هابي I've just told them that she, it's the first it's first time that you are interviewed in Moroccan on the red carpet. Yes, and it's so exciting. He was such a great addition to the movie. I know you saw it and you loved it. So, and I'm happy. This is Morocco. We got to represent for my culture. Absolutely. Have you been? No, but I'm going to go now.